صباح الخير صباح النور صباح الحب صباح التفاؤل صباح كل ما هو جميل احلى غزالات اش كنت كنتمنى ان شاء الله يلقاكم في فيديو في تمام الصحه والعافيه نتوما وكل ما عليكم يا ربي واللي مريض الله يرجع ليه صحيحته ان شاء الله والله يشافيه والله يعطيه كل ما كيتمنى والله يرزقني ويرزقكم حبيباتي مكاتب الخير ان شاء الله باذن الله عندكم شي شيوه ولا والو ما شاء الله احنا كازا سبحان الله صبت. بواحد الشكل كبير 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 يعني ما حبساتش ما شاء الله الله يعطيها لينا على قد النفع والله يهدي المسؤولين البنات يقادوا لينا الطرقان حيت والله آه يعني فاش كنسمعوا الشتا آه بغينا الشتا بغينا الشتا كنقولوا صافي راه يعني كاينه واحد البنيه تحتيه آه كاينه واحد سبحان الله ان فوا كتصب شويه ديال الشتا كيبان العيب والله الا الطريق ما شاء الله مبلوكيا آه الله يهديهم والله الا الله يهديهم على هاد المياه آه هاد وداك الشيء الله يهدي المسؤولين هادي غير ك بين قوسين غير سمحوا ليا مرحبا بالناس اللي انضموا الى القناه شكرا لكم ومرحبا كذلك البنات اللي معايا من البدايه ديال القناه اكيد نتوما هما مارس الدار وشكرا لكل وحده كتبارطاجي فيديو ديالي اش غنقول لك حبيبتي لا لا يحرمني منك ولا لا يحرمني من محبه الناس والله يجعلني دائما في المستوى ديالكم ولا لا يحشمني معكم هذا الشيء اللي غنبقى نقول حبيباتي بديت معكم فيديو اليوم ان شاء الله من الصباح يعني فيديو بديته صباح وغنبقى ان شاء الله حتى الليل آه، بالطلب ديالكم حيت حس دائما حسنا ورينا الروتين ديالك انت ووليداتك ها انا حبيباتي واخا شويه صعيب راكم عارفين الوليدات ملي كيكون معاك رضيع ديال خمس شهور دابا تقريبا ولد ديال البنات يلا قفل اربع شهور وغيدخل ما شاء الله في خمس شهور ما سهلش ما سهلش آه، ولكن الحمد لله كل شيء كل شيء يهون على المتتبعات الغزالات ديالي وكل شيء يهون على لي كومونتير الزوينين اللي, اللي كتخليو ليا وكذلك لي لايك آه بالنسبه للبنات اللي يلاه غيشوفوا آه الفيديو ديالي آه غتشوف الطريقه ديال الكريب غنحاول حبيبتي نخليها لك في صندوق الوصف حيت ديجا مشاركه معكم مره وجوج وثلاثه آه بالنسبه للبنات لهذا الكريب راني كنخلطو كنخليه في الثلاجه كيبقى ليا 3 ايام 4 ايام آه يعني كتعتمدوا غير على الحليب شوفوا البنات لادات ديال الحليب ديالكم إذا إيه كان فيه يعني 3 ايام غادي تخليو الكريب ديالكم 3 ايام يعني العجينه ديالو مخلطه غير هي ما طيباش 3 ايام في الثلاجه كان 4 ايام يعني آه كتبقى العجينه معكم قد لادات ديال الحليب اللي هو عندكم كنتمنى انكم تفهموني آه كذلك البنات بالنسبه للحسوه انا راني كنطيبها يعني كنطيب الحسوه ديال 3 ايام اولا 4 ايام ما كنضيفش ليها البنات الحليب يعني كنطيب الكميه كنخشي الطنجره ديالي في الثلاجه كل صباح كنجبد الكميه اللي غادي تاكل بنتي والزوج ديالي هي اللي كنجبد نضيف عليها الحليب وكنحطها لهم يعني كطيبوا البنات الحسوه ما كديروا فيها لا حليب لا والو يعني غير شويه ديال المليحه كتبقاو فاش تبغيو تحطوها لهم تضيفوا فيها غير الحليب وتسخنوها وتحطوا وتحطوها لهم والكميه الاخرى كترجعوها للثلاجه بلا حليب بلا والو المهم البنات راه كنفسر لكم بالخشيبات <applause> باش كلشي يفهم حيت ما نكذبش عليكم انا زعما ضد ان الام تصيفط وليداتها بلا فطور كاينه اللي غتقول لي لا راه وليداتي ما كيبغيووش يفطروا انا البنات راه بنتي ماشي غير ما كتبغيش تفطر بنتي راه ما كتحمش الماكله بتاتا يعني لا في الفطور لا في الغداء يعني بنتي من نوع اللي ما ماكلتها وشهيتها قليلة, قليله 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 يعني ولكن كنحاول انني آه ندير المستحيل 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 باش تاكل وباش تفطر ليا أه هاكا نحزر ونبزر ونوجد داكشي اللي كتاكل أه بنتي سبحان الله عزيز عليها ليغوفر, الكريب, أه لي كوفر الكريب سميتو البانكيك هادشي كتبغيه ليا الحسوه حتى هي الا كانت بالشوفان كتاكلها ليا ولكن هكا بالقمح ولا الذره ما كتبغيش ولكن راني كنوع كنديرها ليها حيت ما يمكنش البنات انا دائما غنبقى ندير ليها داكشي اللي كتبغي أه كنحاول مرة, مره مره ندير داكشي اللي ليس اللي سلكني واللي عندي في الدار ولكن كان بزز عليها باش تفطر وكنحاول نودها بكري حيت راه كاينه الوليدات اللي يعني راه الله يحسن العوان راسي وجبد الى انفوا حليت عيني وكليت ديك الساعه ما كان ما كان داكشي علاش انا كنحاول نعس بكري واخا راكم عارفين الرضاعه كان بات نرد ضعف ولدي وكيفيق ليا عده مرات مازال النعاس ما منتظمش عنده ولكن كتلقاوني 6 وربع 6 ونص فايقه انا آه كنحط الفطور هو الاول كنوجدو عاده كنبدا نوجد ليها في غداتها آه خصوصا فاش كيكون هكا كلشي عندي واجد غير كنجبد كنطيب سيغ بلاصه ما كيستغرقش معايا الفطور ديالي 10 دقائق ومع انه كيكون يعني فطور زويون متنوع والحمد لله وكنحاول نوضها بواحد الطاقه بواحد الضحكه بواحد ابتسامه بواحد الهضره زوينه ماشي نودي زربي بالزربه وهذه آه والله لا اركيت <applause> سمع بعض المرات شي جيران عندي كينوضوا ولادهم بالنقير والله لا انا ضد ان نوض بنتي بالنقير حيت راه شوفوا راسكم البنات نتوما الا نوضكم شي واحد بالنقير والغوات وداكشي راه سي نورمال غادي يدوز نتوما نهاركم خايب يعني كيفاش هذاك الولد غادي يمشي ليكول غادي كابتي او اه اه اولا غادي اه يتبع مع الاستاذ ديالو داكشي علاش وجبه الفطور راه مهمه وكذلك الطريقه كيفاش كتفيقوا وليداتكم في الصباح مهمه هنايا البنات كان هذا هو فطوري في درت فيه شويه البنان شويه الشوكولا درت الحليب كذلك مع شويه ديال الشوكولا وشويه ديال الحسوة ضفت عليها شويه ديال الزويته صراحه ما درتش فيها الزريعات حيت ديجا كانت طيبه عندي والحمد لله اللهم اديم هاني ما واحفظها من الزوال فطرو ليا الزوج ديالي وبنتي الله يحفظهم ليا والله يحفظ ليكم معز عليكم ومشاو وغنبدا معكم ان شاء الله الروتين ككل كل ام أه ثياب شقا جميل صابون طويان <applause> داكشي اللي ما كيف مشوا في الفيديو اللي فات كانوا ديجا عندي الضياف صراحه أه درت اغلب المعينات في غساله الاواني وبقاو معايا غير هادو آه راكم عارفين البنات فحال هاد المعينات اللي كيكونوا في الدوغي ما كيداروش في الاواني خصوصا غير مصبغين يعني ماشي آه اللون ديالهم او ديجا البديع هكا لا كيكونوا غير مصبغين هادو البنات ما خصكمش ديروهم في غسالة الاواني اما ملي كيكون هذاك آه الموينه ديالكم ديجا اللون ديالها يعني الاصلي ديالها راني كنديرهم البنات في غساله الاواني وبالنسبه للمعلقات في الدوغي راه حتى هما البنات كنديرهم في, في الغساله لا بالنسبه ديال طاتش لا بالنسبه ديال آه ايكيا الحمد لله راهم كيتغسلوا وما كيطرى لهم والو وبالنسبه لهاد الكويسات اللي كيجيوني عليهم بزاف ديال التساؤلات فاش حطيتهم آه هادو البنات راني كنت خايده ثلاثه آه يعني علبه فيها ثلاثه ب 40 درهم آه هنا كنت خديت جوج د العلب يعني سته الحمد لله صراحه زويونين وصدقوا لي غزالين 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 وكيجيو زويونين في الحطه وكذلك هاد البرودوي اللي رشيت راني ديجا شاركته معكم البنات اللي يلا غتشوفوا اول مره سكرينيها حبيبتي راه غزال في الاينوكس حكيت به ديجا معكم المعينات يعني قدام عويناتكم وانا البنات راني ما كنجيش وكنشارك معكم اي حاجه أه ما كنوريها لكم حتى كنكون ديجا أه جربتها مره وجوج ثلاثة عاده باش كنوريها لكم باش من نتحشمش معكم وباش من تجينيش شي دعوه خايبه يعني كنشارك معكم الحاجه اللي تقدروا تدعوا معايا بالخير وترحموا عليا والدية فيها الصراحه أه غزال غزال هذا البرودوي لا في الانوكس لا في الروبينيات لا في لافاب ولا في الارض عفتو البنات كنحك به أرض ديال الدوش ديالي عرفتي كيفاش كتولي كتولي غزاله 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 راني ديجا شاركت معكم حكيت به حتى الدوش ديالي راه زوين داكشي علاش يا حبيبتي كننصحك تاخديه راه كاين في مرجان آه ب 12 درهم فيه كيلو زوينه البنات والله الا زوين أه الحمد لله والشكر لله كيف ما حكيت 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 مزيان أه هكا وريت البنات اللي باقين كيسولوني على الاديزيف أه داكشي علاش البنات عاوتاني وريتكم انني كننظف واخا أه صراحه ما كانش عندي الوقت ولكن قلت ما فيها بس بزاف البنات اللي خداو الاديزيف ومازال خايفين أنهم مش كيغسلوه ولا لا هانتوما البنات وريتكم على عينيكم كيفاش كنحكو كندير فيه البرودويات اللي كيكونوا مجاهدين الحمد لله والشكر لله وباقي كيف ما هو البنات نحضركم غير من الموس يعني إنفو فوا كديروا الموس راه كيتقدر يتقطع ولا المقص اما لي برودوي انك تحكي بشيته ولا شي حاجه راه كتبقى البنات معاكم زوين شوفوا أه النظافه النظافه البنات نظاف <applause> كيقولوا في الانستغرام أه المراه ملي كتولي تشوف الكوزينه ديالها نقيه وداكشي وكتفرح اكثر ما انها كتشري شي حاجه كتكون نضجات ايوا <applause> قولوا لي النضج 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 في الشقاء. والله الا البنات راه اش غنقول لكم راه اللي كنديروه اليوم كنعاودوه الغد لي عرفتي صعيب صعيب الحال والله خصوصا ملي كيكون معاك بيبي او لا <applause> المهم هنايا دزت نجمع غرفه النوم بغيت غير نشارك معكم هادو البنات صراحه زوينين بالنسبه لوليداتها كيبقاو يتعراو بالليل انا كانوا نافعين في بنتي وكذلك فاش ولدت ولدي خديت خديت لي غير هذه الصراحه خديتها ليه شي شويه غاليه ولكن ان شاء الله ناويه نمشي للبال آه ديجا كيكونوا في البال بثمن مزيان هذه ديجا كنت خديتها واقله بشي 300 درهم في البال راه كيكونوا غير خاصه البنات 20 درهم 30 درهم صراحه كيكونوا عمليين هذه بالنسبه لوليداتها ما كيتغطوش. انا الصراحه ولدي ما ليا خديتها ليه تهنيت تقريبا دابا شي شهر وهي عندي صافي غير كنقمطو كنلوي فيها وكن ينعاس وكتسخنوا يعني واخا ما تزيدوش عليه لا مانطيلي حتى شي حاجه راه كيبقى دافي حتى دا جا من هي مقطنه آه نصحكم بيها بها وزويونا البنات والله زويونا اللي حداها شي يا اما القريعه ولا اما شي حاجه اه تاخذها انا ان شاء الله الا مشيت البنات للسبيت اه ولقيتهم راني غنوريهم لكم اولا اللويزيه ولا المهم مشيت الشبال ان شاء الله ولقيتهم راني غنشاركهم معكم راه كيكونوا حتى احجام كبار ديجا كانت عند بنتي وحده نيس كنت خيدها لها من البال ولكن ما بقاتش جات قد هذا العام أه ولات يعني مزير عليها ما ما كت كتحركش فيها على خاطرها قلت ان شاء الله فاش نمشي وناخذ ليها راه ضروري نوريهم لكم حيت انا وليداتي ما يعني واخا انا هي نغطي ما نكذبش عليكم البنات راه الانسان كيغلبو كي النعاس يعني كنعس كنقدر نحل عيني لقاهم تعراو هنايا جمعت الولد الناموسيه ديالو غطيت ليه فحال هكا وغادي ندوز ان شاء الله باذن الله نجمع الغرفه ديال النوم ديالي مهم هذا الروتين راه ضروري كل نهار كنديرو آه ما نكذبش عليكم السيجور كيكون مجموع الصالون كيكون مجموع كذلك الكوزينه كان بيتها مجموعه ولكن إنفو فوا كنفيق مع الصباح راكم عارفين الفطور الغداء بنتي الغداء دراجلي وداك راه كتعاود عاوتاني ترون ولكن حاولوا تجمعوا بالليل باش ما تزدادش روينه على روينه هنايا كيبقى لي غير, غير غرفه النوم ديالي وغرفه النوم ديال بنتي الحمد لله وكذلك الحمام راه ماشي يوميا كنحكو غير حاشاكم فين كنديروا لي بوزوان ديالنا هي اللي كنكب عليها شويه ديال جافيل ولا شي حاجه كندوز عليها شي خفيفه صافي وكنخوي الماء ولكن الحكان كنحاول نحك الدوش ديالي ديك مرة في ربع ايام بحال هكاك اولا فاش كندوش بعد مرات ما كنخرج من الدوش ديالي حتى كان نحكم مزيان عاد باش كنخرج بالنسبه لروتيني مع ولدي أه صراحه كيبقى هو شي شويه ناعس حيت يبقى البنات في قرده ويرجع ينعس في قرده ويرجع ينعس تقريبا كتضرب ديك 9 ونص ل 10 صافي كيفيق الفيقه نهائيه <applause> أه بالنسبه للفطور يا اما البنات كنوجد ليها كشوفه ان شاء الله ضروري ما غنشارك معكم أه سميتو أه يعني داكشي اللي كنوجد لولدي لا بالنسبه للفطور لا بالنسبه للغدا صراحه دابا راه البنات ما كان وكلوش النهار كامل كنقدر ندير ليه وجبه واحدة يعني فاش كيفيق بعض المرات كندير ليه الشوفان مع البنان اولا الشوفان مع مع التفاح اولا كنقدر ندير ليه هكا حسيوه مع التفاح ولا شي حاجه أه صافي وكنبقى نلعب معاه مزيان كنعييه صراحه ما شاركتش معكم بحكم البنات ما يعني ما ما كنقدرش نبين ولدي صافي كيف ما غتشوفوا ومن بعد دز آه باش نوجد ليه حويجاته ما غندوش ليها البنات ولكن كنحاول مره في يومين اولا مره في 3 ايام حيت دابا برد الحال ولا 4 ايام نغسل ليه طريفاتو غير آه كندخل معايا الصطيله ديال المدافئه الغرفه ديال النوم كنمسح ليها البنات طريفاتو وما كان بدش ما كان بدلش لي الحويج التحتانيين يعني كان حاول إلا ما كانوش مكرفسي لي الحويج التحتانيين كان ليه غير فوق البيجامة ديالو صافي وتقيشرات هاد الشيء اللي كان البنات وكان قمطو وكان ينعس مع جويه دك لحدة وناس هكاك هكا كان رجعو ناس هنا يا صراحة البنات درت غير طويجينا آه يعني ساهل ماهل نظرا فاش كان غنبدل بدل ولدي وغنغسل غسليه طريفاته آه كان حاول البنات ندير شي حاجة اللي ساهلة وراكم عارفين تبارك الله الطاجين يكون كيكون عملي وسهل وكذلك كيجي صحي باش يلا الضرب يكون راجلي في الدار يتغدى وما نتعطلش نهار اللي ما كنكونش مثلا عندي شي حاجه مع الصباح اللي هي كثيره راني كنحاول ندير شي غديوه يعني كتكون زبيونه آه وهادي اما الطويجين صراحه حتى هو زويون ولكن انا اغلبيه الزوج ديالي كيبغي ليا هكا لي غاتا وداك الشيء هنايا البنات غدا ندوز ان شاء الله باذن الله نصبن هكا داك سميتو لاناب أه حيت داك النهار عاوتاني فاش حطيته قلتي ليا حسنا ما كديريش القلع ديال البلاستيك أه فوق الطبله أه صراحه كتجيني انا عايبه البنات يجي عندي شي حد ونحط ليه أه الناب فوق منه أه البلاستيك ديالو ما عرفتش علاش انا ما كتعجبنيش هذاك المنظر وهنايا البنات كنوريكم هاد ماجيك الصراحه زويون وليت كنديرو مؤخرا راه قبل كنت كنشارك معكم بيل ديال بيم ما بقيتش لقيت مؤخرا كنلقى غير ابي سي كنت كنشري ديال 12 كيلو ب 150 درهم كيدي ليا ولكن مؤخرا ما بقيتش لقيت وليت كندير غير هاد ماكسي الصراحه هو زويون هنايا البنات قلت لكم بالنسبه للنابي كنحط راني البنات واخا كيعمروا ليا هكا يعني كيطيح عليه الماكله كيطيح عليه شحال من حاجه غير هو البنات كنصبنوا يعني ننصحكم فاش الناب ديالكم يعني تجيو عندكم مثلا ضيا في اليوم الا كان باقي عندك الوقت تشعلي عليه اليوم ما تصبني اولا الغد ليه في الصباح ما تخليش غير يطول فيه دك دك المرقة ودك الشوكولا ولا شو شنو طيح عليه بقى مدة طويلة هذه يلا نصيحة اللي غنصحكم وراه كي يرجع ليكم بحل يلا جديد يعني انا غنصبنو دابا وان شاء الله في الفيديو الماجي راه نشوف دابا غادي تشوفوا انه بقى كيف ما هو يعني راه كاع لي ناب عندي البنات راه ما شي واحد بقات فيه شي طاش ولا شي حاجه راه يرجعوا جدادين ولكن ما تطول تطولوش فيهم الوسخه يعني اون فوا يمشيو من عندكم الضياف يعني ديك الساعه بالليل او لا الغد في الصباح كتصبنوهم تصبين عادي في الماكينه انا راه درت عليها البنات غير نص ساعه حيت ما تكرفش معايا بزاف وهنايا بعد ما جات بنتي وصراحه تكيت شي شويه من ورا الغداء المهم تكيت شويه من ورا الغدا عاوتاني راكم مهمة غنشارك شكون شي ثاني جات بنتي من المدرسه وكلتها شي شويه هكا في الكوتي ودس كنحفظ معاها هنايا راني كندير لولدي ديك النونس باش يسكت <applause> كنت باغا نخلي لكم الصوت ولكن راه بزاف راه الصداع انا كنهضر بنتي كتهضر ولدي كيغوت النونوس خدام لا اله الا الله محمد رسول الله والله الا الناس ريوسنا انا بعدا ما كيجي كي فين يوصل لي راسي كيطبخ مهم مهم كنحاول نراجع شي شويه مع بنتي الا كان راجل راه كيراجع معاها كان مازال عنده شي حاجه على برا راه ما كان راجع معاها انا والصراحه العشيو ما درت حتى شي حاجه بنتي تشهات بيتزا وانا ديجا كان باقي عندي البنات واحد الروس كنت وجدته ما كنت شاركته معاكم كليته انا والزوج ديالي وبنتي حطيت لها البيتزا صراحه كليتها انا وياها وان شاء الله البنات كنتمنى الفيديو ديال هذا النهار ينال الاعجاب ديالكم كنتمنى ما تبخلوش عليا من لي لايك ديالكم من تعاليقكم الزويونه باش ان شاء الله نولي نعطيكم فيديوهات جدادين ومفيدين كثار وصفات كثار وما تنساونيش من الانستغرام كنخليه لكم في صندوق الوصف مع السلامه